لو سمحت يا بوسي ستوب شوية. يلا الله. لا بتتكلم عن جوزها كتير قوي وده ما ينفعش يعني. يا هاني حمد لله على السلامة. ده هاني رمزي يا حبيبي ما عرفتش صوته خالص. هو المخرج في الكنترول. ما عرفتيش صوتي ازاي؟ انت المفروض اذن موسيقية يعني. كان لازم نلعبها شوية يا هاني. اه والله بس ايه ده؟ اصل بص هي بتحب جوزها حب غير طبيعي يعني. ما شاء الله في كل حته. ده لما بقعد معاها نتغدى ما وراهاش حاجه غير ايهاب لمعي. لا طب وكده عرفت تمثل معاها ازاي؟ انزلنا بقى سيب الكنترول وتعالى على ارض الواقع يا هاني. من عينيا. اه جاي لكم. الدائري خدك مننا على بال ما توصل. ما عرفتيش صوته؟ ها لا ما توقعتش. يمكن لو عارفه كنت توقعت بس لا اتخضيت. يعني. بقيت اقول ايهاب حامد مش ده صوته؟ الناس اللي كانت حواليا دلوقتي مش ده صوتهم؟ ده صوت مين؟ بس اتخضيتي لما قال كده؟ اه ستوب. في ايه بتتكلم عن جوزها كده كتير ليه؟ اه اتخضيت طبعا. في ايه؟ طب انا عايزه اتكلم. انا احب اتكلم عن جوزي. جوزي وانا حره فيه بالظبط كده. وبعدين جوزك المؤلف والمخرج يعني كمان، يعني مش بتكلم على حاجه شخصيه يعني.